قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. لو تصادم أهل البدع بقوة فإن قتلوك إن شاء الله تكون شهيد عند الله سبحانه وتعالى. دوما نقول لو تضرب بيدك أو تشيل لك سكين، لا لا لا، دوما منهجنا الحمد لله. لكن بنقول أنت بحجتك تكون شنو يا جماعة؟ تكون قوي. زول ما يكون صاحب الحق مضبل والصوفية ماشي لا إله إلا الله يفتخروا في الحلة. صاحب الحق ده لابد ربنا قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع دي فسيرها لي كيف؟ لابد تكون قوي. لابد تكون شنو يا جماعة؟ تكون قوي في الصدع بالحق. وربنا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأخواننا لابد يصدع بالحق. كيف؟ يقتحموا المساجد دي، يعملوا نصائح بالتوحيد، ويحذروا من الشرك، ويحذروا من التصوف، لأن الماحق البلد دي هو التصوف والشرك الناشرين الصوفية. لابد نحاربه حرب ضروسة يا جماعة، بالحجة وبالعلم بالقرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تقتحموا المساجد، تعملوا حلقات في السوق ده إن شاء الله يوم حلق، يوم حلق، وتصبروا على الأذى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من الصبر أخواننا، ما يخاف، وأنا بكرر الكلام ده، ما تلاوز، تبلغ الدين ده طوالي وتصبر على الابتلاء. مهما ضربوك مهما فلقوك، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب يا جماعة، لأن والله ربنا بيسألنا من أهلنا، وربنا سبحانه وتعالى بيسألنا من الناس الضايعة اللافة في الشوارع دي. يسمع يا أخي لزول طاغوت يا أخي يدعو إلى الشرك أحمد داود، ويدعو إلى الكفر بالله عز وجل، ويتبجح بعد ذلك كله، يقول أنا أعلم زول في أفريقيا. والله أنت أجهل زول في الحلة، أجهل زول على وجه الكرة الأرضية فيما أعلم، زول بليد. وحيتضح الكلام إن شاء الله بكرة بإذن الله عز وجل. خلاص، فالناس لابد تكون قوية بالحق. دي النقطة اللي أنا دائما بركز عليها. كذلك الداعية السلفي لابد يكون زول بلغة العامية، لا يكون زول مفتح، مفتح، ما تكون زول دلوكة والغنماية تأكل عشاك. أهل البدعة دي الناس مكارين، ربنا قال ويمكرون ويمكر الله. فأهل البدع بيمكر. أنت لابد تكون ذكي، عرفت؟ تكون ذكي وتكون كيس فطن، وما تيأس أبدا لو براك في الحلة وفي ألف تجاني موجودين في الحلة تدعو من التوحيد. لكن محمد بن عبد الوهاب فيما معناه يقول رحمه الله: وإن العامية من الموحدين يغلب ألفا، ألفا من علماء كيف؟ لكن دبتين لما نكون معاك شيء من العلم حتى لو قليل، تدعو لما تعلم من هذا القليل ولا تتجاوز إلى غيره. الآية اللي عرفتها دي تكون نجيط فيها. عندك آية في التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقريب في الجامع تقرأ لهم الآية ليعبدون. عبد الله بن عباس قال يوحدون. ضد التوحيد الشرك بالله. من أمثلة الشرك هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فسره النبي عليه الصلاة والسلام. من أمثلة الشرك دعاء القباب والأضرحة، تكلمهم عديد زي ما بيعملوا صوفية والتجانية. من أمثلة الشرك الاستغاثة بغير الله عز وجل والاستعانة بغيره بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا الذبح عند القباب والأضرحة والحلف بالشيوخ ولبس التمائم والحجبات، وتسرد في كل نقطة. شنو يا جماعة الأدلة يا أخي الدائرة من لك؟ شنو في النهاية؟ ما بتموت قبل يومك ولا بزول بيقطع رزقك. عرفتوا كلامي ده يا جماعة؟ أي لابد. يمكن الآن حصلت أخطاء شوية في تصديقه في غيره، من يعني الناس عندها خبرتها ضعيفة بعض الإخوان. فالناس يا جماعة تكون ناس مفتحة وناس واعية، وترمي قدام وتخلص النية لله. أخلصت النية لله، الله بينصرك. إن تنصروا الله ينصركم. وما تخاف من الرغاوة بتاعت الصابون والرغاوة بتاعت الأندروس بتاعت أهل البدع. أصوى أهل البدع حلاقيمهم كبيرة، يجوا يزولوا شايلين ميكروفونات ورافعين الشيخ فوق آيتين ولا آية واحدة بس، الشيخ ده بيقع في الوطن، بيقع في الطين. عرفت كلامي؟ الحق قوي. ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وربنا قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق لا يغلب أبدا، أبدا الحق ده لا يغلب، إلا كان صاحب الحق غير مخلص
أو كان زول ضعيف في علمته أو 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 أو، لكن زول قوي وزول مخلص لا يهزم أبدا. ربنا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر ومجاهرين كلهم. شفت كيف؟ والله موحد واحد في الحلة دي يكون ساكن قاعد هنا دي يفرتق التجانية ديل طوبة طوبة. لو في زول واحد مخلص ومجتهد فيما يدعو إليه ويدعو إلى ما يعلم ويركز على التوحيد والعقيدة، المحل ده محل توحيد، أوعى تمشي تقول ده شرح لهم كتاب الصيام مع إنه ده من الدين، لكن ربنا ما بيقبل صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ذاته بغير عقيدة وبغير توحيد. ده محل بتاع توحيد. هنا في صراع بين أهل التوحيد وبين أهل البدع وأهل الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والعوام دي رايحين في النص، ناس مساكين فيهم عدد كبير دارين الحق، لكن زي ده بيلبس لهم لأنه من أئمة الضلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وأهل البدع ديل أعداء السنن زي ما قال عمر بن الخطاب، قال هم أعداء السنن. أهل البدع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكذا لابد تكون قوي شرس في محاربة هؤلاء. أوعك تخاف، أوعك تلعوس، ولك والله يعملوا مشاكل، يعملوا مشاكل يطيروا كلهم. أوعك تخاف. أنا جني وجن سلفي يكون مضبلين كده خايف. أوعك تخاف. اشتغل دعوة، قف في السوق ده قول لهم الحج باب الشرك، احفظ الاحاديث من كتاب التوحيد، اردمهم، عرفت كلامي؟ احفظ باب الدعاء، اردمهم، الاستغاثة بغير الله، اردمهم تمام. احمد عرفت كلامي؟ وهو ده نحن مما جايين من هناك يجقلب، مرة عنده حصبة، مرة عنده سهال، جبنا له الدريب هسه قاعد هناك. ومن السنة إذلال أهل البدع، ربنا قال أولئك في شنو يا جماعة؟ في الأذلين تحت، أوعك توقر صاحب بدعة. السلف قالوا من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أوعك أوعك لو المبتدع تقعد توقر وشير وانا أوعك يتزل يميد يده ولا شيل يدك يا مبتدع شيل يدك. عرفت كلامي؟ السلف كانوا كده. فهمت كلامي انت ولا ما فهمتوا؟ تشتغل زي ده كده. الناس يقول له مالو قول ده مبتدع ده عدو لرسول الله، عدو لله ورسوله. ذاك التجاني الماشي ده عديل كده واشتغلوا دعوة. والله بعد فترة يسيرة البلد دي تفتح بإذن الله عز وجل وتأتي البركات من السماء. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ما بركة واحدة، بركات لا حصر لها ولا عدد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تأكلوا من فوق وتأكلوا من تحت. لو حاربتوا التجانية ديل أعداء الله وأعداء رسوله. ناس يقولوا صلاة الفاتح أفضل من القرآن بستة ألف مرة. الكلب ده بيقول ما قلنا، انا بوريك بكره قلتها ولا ما قلتها، من اعظم المصادر عندك. عرفت كلامي؟ ده بيقولوا من راى احمد التجاني بيخش الجنه، بيقول احمد التجاني اخر ولي، بيقولوا من راى الذي راى احمد التجاني الى ثلاثه بيخش الجنه، والختميه بيقولوا الى سبعه، كلهم دجالين وكذابين ومنافقين ومجرمين. عرفت كلامي؟ وديل دعاه شرك ودعاه الحاد، دعاه الحاد ودعاه كفر بالله سبحانه وتعالى. ناس احمد داوود دي والله البيعلم حالهم وعنده علم ولو زرة يواجع بدع الناس زيل، وقاعد مكتف يدينه ربنا بيلعنه والملائكة تلعنه ويلعنه اللاعنون. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك، دول الصامي خشمه ده الما بيقول الحق من السلفيين، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا برضو ما كفاية، وأصلحوا برضو ما كفاية، وبينوا تكلم الناس زي إنه ديل أهل بدع ودعاة شرك وتجيب الكتب تكشفهم. والله الله يفتح عليك فتحة يجيب خلاص. شفت كيف؟ فدي رسالتي تقدر أوصلها للناس. كذلك الناس يرتبوا نفسهم، الناس كلها تتحرك مع بعض، ناس يناموا ويرتاحوا ويتعشوا غيره. الصباح الناس يتحركوا مع بعض، ما واحد يقول أنا ماشي السوق ويقول ماشي لخالتي، لا لا لا. عرفت كلامي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في السفر يؤمر احدهم، والناس لما روني انا ما امرت نفسي، فالناس تكون موجوده ما يتحركوا الا بيورونا الحاصل شنو ماشيين وين وكذا. تحرك كلنا مع بعض الحلقه الساعه 9 صباحا، نمشي هناك تكبيرات فوق، حماس فوق، الحق ده دارين دخانه فوق فوق. زي ما الان ربنا زلهم على ايدينا وبالدركسون بتاعنا هناك في الترعة دي، نزيل لهم بكرة بالعلم هنا إن شاء الله تعالى. قصوا ما تخاف. ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضران.
بكره بيدبروا النازل ان شاء الله ولهم ضراب باذن الله. الله اكبر. وصيه القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.